في فنانين سوريين أخذوا موقفا مضادا، يعني موقفهم كان الانحياز للحرية في مواجهة الاستبداد، هكذا وصفوا النظام. يعني الفنانون السوريون لم يكونوا موحدين في أكيد ذلك. عندي عدد أكيد كبير من الفنانين انضموا إلى أحلام الشباب، بغض النظر بقى عن هذه الأحلام اختطفت بعد ذلك من قبل جماعات إرهابية أم لا، هنتكلم فيه. لكن تعليق على الموقف اللي أخذه بعض الفنانين السوريين ومنهم الفنان الكبير جمال سليمان. أنا بدي أعلق على كلمة حرية اللي حضرتك قلتها. هل نحن بنفهم سوري كشعوب عربية عامة؟ هل الكل بيفهم شو يعني حرية؟ الحرية هي كلمة كتير كبيرة. الحرية محتاجة لثقافة، ثقافة. نحن لازم نعلم أولادنا من نحن وصغار. وأنا اقترحت بسوريا يكون في مادة بالدراسة خلال المنهاج الدراسي تحكي عن الحرية وعن ثقافة الحرية، وكمان تكلمت وقت عن البيئة كمان وثقافة البيئة. هدول المادتين ضروري ضروري انه نحن ندرسهم ونتعلمهم. شو يعني حرية؟ في ناس تفهم الحرية انك تسب الرئيس وبس، في ناس تفهم الحرية انها تعمل الشواذ، كل واحد بيفهم الحرية بطريقته. هل في ناس بتفهمها الفوضى، في ناس الفوضى، بتفهمها تحطيم مؤسسات القتل، الدولة، القتل، الحرق، انا حر، انا بدي اعمل اللي بدي اياه، مش هي الحرية. بالعكس بالعكس تماما. انا شفت انه كل مين طالب بالحرية هو ضد الحرية. أنا هذا اللي استنتجته بالأخير. كل من يطالب بالحرية هو من يقتل الحرية. ليه؟ ليه؟ لأنه معظم الناس اللي عاد، أنا بنت مرينة جدا وأنا بتناقش مع الكل وما عندي تحيز إلا للوطن فقط. بس اللي في كتير ناس مثلا بيقولوا لك أنت إذا مانك معي بيهدر دمك، على جميع الأصعدة على فكرة، مش بس كداعشيين أو كناس بيقتلوا بالسلاح. لا، أنا قابلت ناس في أمريكا دكاترة ومهندسين كانوا مستعدين يقتلوا على البطيء من خلال أوبر المخالف للرأي. معقول؟ معقول. يعني في مجتمع مدني ليبرالي، يعني مش في أوساط الجماعات المتطرفة فقط. يعني أنا اكتشفت شغلة خلال هالأزمة كلياتها، أنه البيئة الأساسية للإنسان هي اللي بتقعد أثناء المحك، هي اللي بتظهر لما تحك المعدن، لما بنحط الإنسان بموقف كتير صعب. كل قشور الحضارة ومظاهر الحضارة اللي لبسها في الخارج ولا في الداخل من لغات ومن دراسات ومن 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 كلها بتسقط وبيظهر المعدن الأساسي. أنا قابلت ناس لهم 40 سنة و30 سنة و20 سنة بأمريكا، وعلى أساس يعني ناس كتير مهندسين ودكاترة و إلى آخره. يعني في قلعة الليبرالية وقلعة الحريات هكذا تدعي. فأنا تفاجأت بالأفق الضيق الشديد الضيق لهدول الناس، أنه مستعدين يقتلوا، مستعدين ينسوا مثلا أنه هذا الجار لأنه خالفهم الرأي فهذا منبوذ، ما حدا بيحكي معه، الكل حاربه، الكل أخذ موقف ضد فلان لأنه مع بلده، مش مع الرئيس، مع بلده. في فرق انك تكون مع رئيسك وفي فرق انك تكون مع بلدك. نحن عم نحكي عن وطن، عن وطن عم ينزف، وطن عم ينزف. ما بصير انت اذا عندك رأي بيؤدي الى الشتات والى الدم والى التفرقة انك تقوله، على الاقل اسكت. اما الفنان اللي بيقول رأي بيساهم بلم الشمل وبيساهم بوحدة الناس فهذا لازم يحكي. فكتير تفاجأت بناس باسم الحرية، للأسف يلي بتصور أنه نحن فعلا بحاجة لأنه نتعلمها ونتعلم شو معناها، لأنه هي كلمة كتير مهمة. أنا برأيي الحرية إلى قوانين ولا ضوابط.